بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وتحديداً متابعين برنامج في الضحى. نطل اليوم عليكم إن شاء الله بفقرات منوعة مع ضيوف متميزين، وأكيد فقراتنا إن شاء الله نقينها لكم نقوى مثل ما يقولون، وبإذن الله تنال على رضاكم. وصباح الخير يا عبد الرحمن. صباح النور مشاعل، وصباح الخميس، وصباح الخير مشاهدينا. صباح الأجواء الجميلة هذه، وصباح الويكند نهاية الأسبوع، صباح الرياضة طبعا، وتكاتف الوحدة العربية. يعني صراحة من خلال بطولة كأس العرب شفنا شلون العرب متكاتفين ومتوحدين. يعني أمس كنا مستضيفين رئيس رابطة مشجعين الجالية اللبنانية، وتكلمنا معه وقال لنا ان احنا طبعا مترابطين مع اخواننا المصريين. صحيح. وفعلا هالشيء يعني اثبتوه في مباراه امس، شفنا الكل متكاتف، الكل يد واحده صراحه. صحيح. صدقنا يعني منتخبين يمثلون دول ثانيه، لكن صراحة الكل كان يد واحدة في هذا. صحيح. أثبتوا أن الوحدة العربية فعلا موجودة، وإحنا شفنا هالشيء في المباراة أمس من خلال المشجعين شلون كانوا مع بعض، فهذه روحي هي المطلوبة. وأيضا يعني سبحان الله تتوافق مباريات كأس العرب مع اليوم الوطني، فحلو أنهم يشهدون اليوم الوطني حق قطر. الأعلام موجودة في كل مكان مثل ما حضراتكم أكيد تشوفون من خلال كتارة أو من خلال الكورنيش، في كل مكان ما شاء الله الأعلام الدول العربية ترفرف في سماء الدوحة. ومثل ما قال سمو الأمير، أهلا بجميع العرب بدوحة العرب، فإن شاء الله يستمتعون بهذه الأجواء الجميلة ويشوفون اليوم الوطني عندنا إن شاء الله. أكيد. ومشاعل أمس يعني صارت المباريات اللي كانت أمس اللي هي الجزائر والسودان، فانتهت بفوز الجزائر 4-0، ومصر ولبنان انتهت بفوز مصر 1-0، والمغرب وفلسطين فازت المغرب بأربع أهداف بدون مقابل، والسعودية والأردن انتهت المباراة بفوز الأردن 1-0. خلونا ننتقل ونشوف شنو الأخبار المحلية عندنا من صحفنا المحلية. نبدأها من جريدة الشرق. قطر تفوز برئاسة الشبكة الدبلوماسية الدولية. فازت دولة قطر ممثلة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة برئاسة الدورة القادمة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة بالإجماع. جاء ذلك عقب جلسات اليوم الختامي لاجتماع الجمعية العمومية السابع للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة الذي عقد بكتارة على مدى 3 أيام، وذلك بحضور المهندس درويش أحمد الشيباني الأمين العام للشبكة ورؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء. نعم. ومن جريدة الراية اليوم انطلاق قمة إسباير العالمية. تستضيف أكاديمية إسباير افتراضيا اليوم النسخة السابعة من قمتها العالمية السنوية حول أداء وعلوم كرة القدم تحت شعار زملاء إسباير، وفي لقاء مع الرياضات الأخرى. وتهدف نسخة هذه السنة من قمة إسباير أكاديمية إسباير العالمية إلى تبادل الأفكار بين خبراء كرة القدم مع نظرائهم من باقي الرياضات حول الأداء الرياضي في التدريبات والمسابقات وإعداد الرياضيين. كل التوفيق لهم. أكيد كل التوفيق لهم. ونروح لجريدة لوسيل. مركز جامعة قطر للعلماء الشباب يطلق البرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي. أعلن مركز جامعة قطر للعلماء الشباب وبالتعاون مع مكتب نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا عن انطلاق الدورة الثانية للبرنامج الوطني لتعزيز البحث العلمي 2022 في نوفمبر 2021. طبعاً يهدف هذا البرنامج لبناء وترسيخ هوية الباحث في فئة الشباب في المجتمع القطري من خلال تقديم منح بحثية تستثمر عقول الشباب وطاقاتهم الإبداعية وتسخرها في مختلف المجالات البحثية، الأمر اللي يخدم تحقيق الرؤية البحثية الوطنية في دولة قطر 2030. طبعاً كل التوفيق لهم إن شاء الله يا رب. ومن جريدة العرب، سوق واقف يدشن النسخة الرابعة لمهرجان الزهور. انطلقت أمس فعالية النسخة الرابعة من مهرجان الزهور الذي تنظمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع وزارة البلدية على مدار 11 يوماً في الساحة الغربية من سوق واقف. ويقام مهرجان الزهور وسط التزام بالإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة، حيث يستوجب على الزوار إبراز تطبيق احتراز على أن يثبت من خلاله
أن الزائر قد تلقى جرعتي اللقاح بالإضافة إلى ارتداء الكمامة للجميع سواء الزوار أو المشاركون، علاوة على الالتزام بمسافة التباعد. فننصح الكل أن يروح هذه الفعالية في سوق واقفة. خلونا نروح لجريدة الوطن ونختمها مع حديقة البطريق. تستضيف حديقة الحيوانات في العاصمة الاسكتلندية أدنبرا أكثر من 100 طير من طيور البطريق منذ 108 أعوام، وتعد الحديقة إحدى نقاط الزيارة المفضلة في أدنبرا، وتضم أكبر مسبح خارجي في أوروبا للبطريق بطول 65 متر وسعة 1.2 مليون لتر من الماء. يعني كانت هذه جولة في صحفنا المحلية، أخبار نعم. محلية وأخبار عالمية وأخبار رياضية أكيد. أيضا إحنا ما نقدر نشوف الإجراءات الأمنية اللي خلف الكواليس اللي هي تقام أو تكون موجودة في الإستاد، فأكيد نوجه لهم شكر عبر برنامج في ضحى. من خلالكم راح نبين لكم الحين الإجراءات الأمنية وتنظيم لكأس العرب. نشوف هذا التقرير مع بعض ونرجع لكم. لا تعني كأس العرب بالنسبة لقطر مجرد منافسات رياضية، بل اختبارا أمنيا وتنظيميا يهيئها لإدارة أكبر حدث رياضي في العالم. هنا في مركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية تدار مختلف العمليات الأمنية تحت مظلة لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة بالتنسيق مع الشركاء في الجهات الأمنية في الدولة. في مركز قيادة أمن البطولة له أهداف كثيرة، الهدف الأول هو التكامل بين جميع الجهات المدنية والعسكرية طبعا، والهدف الثاني هو خلق بيئة تشغيلية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. كما تضمنت الاستعدادات ربط جميع الجهات الخارجية من اللجنة المنظمة وعمليات شراكة قطر 2022 والأمن العام في خط اتصال واحد أو في منظومة واحدة وهي C4I. وبهذه المناسبة نرحب بضيوف قطر المشاركين في كأس العرب 2021. قامت وحدة التأمين الحركة والمرور في لجنة عمليات أمن وسلامة البطولة بإعداد الخطط وتحديثها دائما مع الشركاء بالنسبة للحركة المرورية وجميع المسارات المرتبطة بالبطولة، وهناك خطة لنشر الدوريات على جميع التقاطعات لمراقبة الحركة وضمان انسيابيتها إلى الملاعب وملاعب التدريب للفرق المشاركة والوصول المغادرة من المطار جميع المرافق العامة. على الميدان تتولى دوريات وحدة تأمين الحركة والمرور باللجنة الأمنية من بين مهام عديدة ضبط حركة المرور بالملاعب وبمسارات البطولة وتأمين الفرق والمشجعين. بالإضافة إلى ذلك يقوم مركز أسباير للقيادة والتحكم في المنشآت الرياضية على مدى 24 ساعة بالتحكم في تشغيل وإدارة الملاعب بما في ذلك الجوانب الأمنية. المركز طبعا أنشئ لغرض توحيد العمل التشغيلي للمرافق الرياضية بما فيها الأمن، إدارة أمن المنشآت الرياضية، وذلك يشمل جميع الأجهزة الأمنية والتجهيزات الأمنية في المرافق الرياضية مثل الكاميرات وأنظمة التحكم في الدخول وأنظمة الإنذار وأنظمة استشعار المخاطر. وسواء على مستوى الإجراءات الأمنية لتنظيم البطولة أو على مستوى الملاعب، تعد كأس العرب فرصة لتأكيد استعداد قطر لتنظيم بطولة كأس العالم 2022. مشاهدينا الأعزاء، يعني من بعد يومين على انطلاق بطولة كأس العرب ترفع تحية احتراما لكل فرد داخل أو خارج دولة قطر الحبيبة اللي عملوا ليل ونهار لإظهار المونديال بأبهى حلة. طبعا أدهشت العالم أجمع، ولا ننسى هني أن نتوجه بالشكر للمتطوعين في النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب فيفا قطر 2021 على الدعم اللي قدموه في كافة الجوانب التشغيلية المتعلقة بتنظيم البطولة حسب التخصصات مثل الضيافة والترحيب بالمشجعين وإرشادهم إلى مقاعدهم وخدمات المعلومات وخدمات الجمهور والتنظيم، ودعم وسائل النقل وخدمات الإعلام والتذاكر والبروتوكول. فبنتكلم أكثر عن المتطوعين والتطوع مع السيد ناصر
المغيصيب مدير إدارة استراتيجية التطوع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد حبيب خلفان متطوع رائد. حياكم الله معنا ونقول لكم صباح الخير. يا صباح النور والسرور، وجزاكم الله خير على استقبالكم لنا اليوم. دائما تلفزيون قطر سباقين ما شاء الله في التغطيات، وان شاء الله نكون عند حسن ظنكم باذن الله. ان شاء الله انتم دائما عند حسن ظن الجميع اكيد. حياكم الله ومشرفينا في برنامجكم الصباحي في الضحى. ابدا بحواري معك استاذ ناصر، اكيد الترتيبات قبل المباراه قبل كاس العرب اكيد سبقت بفترات طويله ان انتم عشان تختارون المتطوعين وشروط المتطوعين، فلو تعطينا نبذه من متى بديتوا ان انتم تجهزون جاهزيتكم حق المتطوعين؟ طبعا بلا شك، وهذا الشيء في كل الفعاليات الرياضيه الضخمه او الميجر او الميجا سبورت ايفنتس، دائما يكون الاعدادات مسبق لها، يعني نتكلم عن شهور عده. نعم. متعودين البعض ان المتطوع حابب انه يتطوع قبلها بشهر او باسبوع او اسبوعين. نعم. لكن في اعدادات مونديال كبير مثل هذا نحتاج التدريب وعمليه الفرز تكون مسبقه بشكل اكبر. نعم. فاحنا نتكلم عن فتح باب الاشتراك تحديدا لكاس العرب فيفا قطر 2021، بدا تسجيل باب التطوع او فتح باب التطوع من شهر 4 اللي فات حتى شهر 9. نعم. وخلال هذه الفترة كان في نوع من الفرز والتواصل مع المتطوعين، المقابلات وغيرها من أمور حتى وصلنا إلى مرحلة التدريب. أما من ناحية التدريب تم انطلاقه من نص شهر 10، وتونا قبل المونديال بتقريبا بأسبوع أو أسبوعين انتهت كل إجراءات التدريب للمتطوعين، كل المتطوعين كانوا مستعدين للانطلاق معنا خلال هذا المونديال. نعم. وتوزعوا طبعا جميع المتطوعين في هذه الفترة، والحمد لله رب العالمين في أول يومين شفنا يعني الحمد لله أن عملية التخطيط كانت مميزة جدا لتنظيم الفعاليات على حد إلى حد ممتاز. الحمد لله رب العالمين. الله يعطيكم ألف عافية طبعا على التنظيم وعلى التنظيم يعني الجماهير وهذا من خلال المتطوعين. أخوي حبيب، يعني لو نتكلم يعني نشوف أنه بدأ التسجيل حق التطوع من شهر 4، متى أنت بديت في التطوع ومتى التحقت بالتطوع؟ أنا التحقت مع اللجنة العليا لمشاريع الإرث وكأس العالم كأس العرب في شهر 5. بدأت معهم من شهر 5. من شهر 5. نعم. يا أخي لاحظت أن أنت متطوع رائد، فأبغى أعرف شنو الفرق بين الرائد والمتطوع العادي؟ المتطوع العادي يعني متطوع بنعطي مهامة تكون عادية، لكن بالنسبة حق المتطوع الرائد مهامة شوي أكبر قريبة للستاف. يعني عنده مهارات قيادية أكبر. حلو. بالنسبة حق المتطوع الرائد. نعم. طبعا هني أنا أتكلم صفر. أنا أبو محمد دائما أقول له أنت معلمي في التطوع. هو ليش بعد صار رائد؟ لأن احنا قاعدين نتكلم من 2018 مع بداية انطلاقة افتتاح باب التسجيل لقاعدة بيانات الراغبين بالتسجيل في كأس العالم. نعم. يعني حبيبي يعتبر من الأوائل اللي شاركوا، وكانوا دائما في جميع المبادرات التطوعيه والبرامج التطوعيه اللي قدمت في هذه الفتره. فالان وصل مثل ما تفضل محمد، صار الان في مرحله انه يكون قائد ويساعد الموظفين، يساعدنا احنا كلجنه منظمه خلال فتره استعداداتهم للبطولات الكبرى مثل بطوله كاس العرب. نعم. فحيي يعني ابو محمد دائما سباق ودائما موجود معنا في الفعاليات بشكل مستمر، ومثال مميز للشاب القطري المتطوع. ما شاء الله عليه. يعني دائما يقولون الانسان اللي يحب يتطوع تكون يعني اخلاقه عاليه وحاب انه هو يساعد الناس، واكيد هالشيء احنا شايفينه منهم استاذ ناصر. الشروط اللي هي تتوفر في المتطوع عشان تختارونه أن يكون موجود يمثل قطر في هذه المحافل الكبيرة، شنو هي الشروط؟ ممتاز، هي تقريبا نفس الشروط اللي بتكون لكأس العرب هي نفسها لكأس العالم بإذن الله تعالى. نتكلم أول شيء كشرط رئيسي تحدث باللغة الإنجليزية، والقصد فيها ليس تهميش اللغة العربية، ولكن مع اللغة العربية يفضل اللغة الإنجليزية بحكم أنها هي لغة التواصل مع معظم الدول خارج دولة قطر. صحيح. بالإضافة أن يكون متطوع فوق ال 18 سنة، وهذه من الشروط الرئيسية اللي وضعت من فيفا تحديدا، أو 18 سنة وما فوق. بالإضافة إلى ذلك أن يكون متفرغ خلال هذه الفترة أو قادر أن يكون متواجد معنا خلال فترة المونديال أو خلال فترة الفعالية الرياضية اللي موجودة عندنا. نعم. طبعا الشغلة الرئيسية ومهمة جدا جدا خلال المقابلات معنا يبين فعلا الحماس ويبين شغفه ورغبته بالتواجد. نعم. معنا. نعم. وعشان كذا دائما أقول حق أي متطوع حابب يتطوع معنا، بين أن أنت فعلا خاطرك تكون متطوع. نعم. معنا. نعم. لأن هذا الشيء بيبين عند المنظمين. صحيح. وبيشوفون
بيقبلون عليك اكثر وبيتحمسون ان يشاركونك معنا اكثر. صحيح. اذا فعلا شافوا هذا الحماس موجود عندك. صحيح. حلو، يعني متطوعين صراحة كثار، يعني كم عدد المتطوعين وصلوا لحد لهذه البطولة؟ طيب هاي خلينا أفاجئك بهذا الرقم، احنا يسجلوا معانا من شهر 4 55,000 متطوع ما شاء الله فقط لبطولة كأس العرب، وتم فلترتهم الى ان وصلوا 9,000 متطوع، واللي احنا نحتاجهم 5,000 متطوع. نعم. فالان حاليا قاعدين ندير 5,000 متطوع، وايضا عندنا مجموعة من المتطوعين على اساس في الويتنج ليست، يعني لا قدر الله احد اعتذر ولا شيء يكون في بديل خلال هذه الفترة معنا، مثل ما نقول الاحتياط يقولون القوة الاحتياطية. طيب طيب اخوي حبيبي، يعني لو نتكلم من خلال مشاركتك في التطوع، اكيد انه كان في دورات او ورش عشان تطور من نفسك من خلال التطوع، فكلمنا عن هذه الدورات وهذه الورش. طبعا ما في اي عمل تطوعي يصير الا ما يكون في ورشة عمل او ورشة تدريبية تسبق هذه الدورة او المباراة العمل التطوعي هذا. نعم. فشيء طبيعي انه يكون انه في ورشة عمل قبل العمل التطوعي عشان المتطوع يكون دائما جاهز لاي حدث او اي شيء كذي. ففي كل عمل تطوعي انا اخذته لازم اكون اخذ، يعني استفدت منه سواء في فترة المرحلة هذه او للمستقبل، عندي خلاص ان انا عندي الاكسبيرينس ان احضر حتى للاعمال الجايه. نعم. جميل جميل جدا، يعني اكيد احنا راح نتابع الحديث عن المتطوعين ودورهم اكيد مع الجهات الامنيه في تحقيق هذا النجاح، ولكن بعد الفاصل نطلع فاصل اعزائي المشاهدين ونرجع لكم نتكلم مع ضيوفنا. حياكم الله مشاهدينا، نرحب بالجميع اللي يشوف برنامج فيضحة واللي انضم إلينا. كنا قبل الفاصل نتكلم مع ضيوفنا في البرنامج أستاذ ناصر المقصيب، مدير إدارة استراتيجية التطوع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وأيضا مع السيد حبيب خلفان متطوع رائد. كنا نتكلم عن التطوع، فسؤالي لحضرتك أستاذ ناصر، قلت في شروط تختارون من خلالها المتطوعين، طبعا من خلال هذه الشروط يعني أعتقد أنه لازم يكون مبتسم متقبل للآخرين، وأيضاً في نهاية المباراة أكيد في فايز وفي خسران، فأكيد هو يستقبل الخسران أنه هو يعني بلطف، وتقول لنا عن هالتجربة هذه. والله هاي من الأشياء الجميلة الصراحة اللي أنا قاعد أشوفها الآن حالياً. طبعاً لما أتكلم عن عدد متطوعين بسيط من السهل أن يكون التواصل معهم بشكل مستمر، بس نعم. لما نوصل لمرحلة 5,000 متطوع مثلاً شلون بتضمن ان المتطوعين دائما بيكونوا متحمسين، دائما بيكونوا مبتسمين، دائما صحيح. فهي من الاشياء اللي طبعا ذكرها ابو محمد في البدايه ان في دورات مخصصه تعطى للمتطوعين في البدايه. نعم. ومن ضمن هذه الدورات دوره العامه اللي تعطى لجميع المتطوعين اللي بيكونوا معانا خلال هذه البطوله باذن الله. نعم. ومن هذه المهارات اللي راح ياخذها خلال هذه الدوره مهارات التواصل مع الجمهور، مهارات التعامل مع الجمهور، كل المتطوعين لازم يكون، بالإضافة إلى التعامل مع الثقافات الأخرى. أكيد. لأن الحين إحنا ممكن نلاقي ناس أو ضيوف جايين من خارج دولة قطر، شلون نتعامل معهم؟ صحيح. شلون هي ثقافتهم؟ بالإضافة إلى الأمن والسلامة، بالإضافة إلى التعرف أكثر على المبنى اللي راح يتطوع فيه سواء كان استاد أو كان فندق أو أحد المرافق الموجودة. صحيح. لدعم. صحيح. هذه البطولة. فدور بعد ما يأخذ هذه الدورة ونوصي دائما المتطوع أنه يكون متحمس ودائما سعيد ودائما مبتسم، أيضا دور من أدوار قائد المتطوع هذا أو قائد المجموعة من المتطوعين، أيضا دائما يوصون هاي المتطوعين بهذا الشيء. بالإضافة إذا في بعض المبادرات وبعض المهام اللي تقدم خلال فترة التطوع نفسها لتحمس المتطوعين وتعيد شحنهم نفس ما نقول. صحيح. إذا متطوع بعد تعب وإرهاق ويوم طويل، شلون دائما نحافظ عليه انه يكون مبتسم ويكون مرتاح وهادي؟ وهاي يعني من الأشياء الجميلة اللي يقدمونها مجموعة من قادة التطوع مثل محمد وغيرهم اللي يساعدون المتطوعين على حماسهم واستمرارية حماسهم. نعم. خلال هالفعالية. أكيد. وهالشيء بأكده لنا أخوي حبيب، يعني لو بتقول لنا يعني كنا في الفاصل كنا نتكلم، قلت لنا أن المتطوع يعني حتى لو اشتغل أو تطوع ساعات عدد ساعات طويلة، لكن يتم استانس، يتم سعيد
في طاقة إنه يشتغل زيادة، لكن فكلمنا عن هالشيء، يعني شعورك وقت التطوع مثلا إذا اشتغلت فترة طويلة، هل تطلع تعبان، تطلع فيك إرهاق ولا شلون؟ هو شيء طبيعي طبعا، بعد يعني عمل ساعات تطوعية لفترة طويلة شيء طبيعي إن الواحد يحس بالإرهاق، ولكن الإرهاق في العمل التطوعي مصحوب بفرحة، لأن أنا اليوم أنجزت شيء وساهمت في إنجاح حدث مهم بالنسبة للدولة. فأنا على قد التعب اللي أنا فيه على قد ما أنا فرحان ورايح البيت. يعني كل متطوع يكون عنده الشغف وعنده الاهتمام إنه هو يساهم في نجاح هذا الحدث. يعني مهما كان التعب الموجود، مثل ما احنا نشوف مع مشاهدينا في اي دوره لازم يكون المتطوع لابس لون معين. صحيح الكلام 100%. كل متطوع، كل فعاليه وكل برنامج تطوعي يكون سواء كان رياضي او غير رياضي، ولكن تحديدا في بطولات فيفا ومن ضمنها طبعا كاس الانديه والان كاس العرب ومن ثم كاس العالم في المستقبل باذن الله تعالى. كل بطوله لها زي رسمي موحد للمتطوعين. طبعا يختلف في كل بطوله، يمكن بعض الالوان نشوفها من كاس الانديه اللي كان موجود عندنا في بدايه السنه، وبعضها كان من الكواليفايرز او التصفيات كاس العرب، وبعضها من كاس العرب حاليا ان شاء الله. وترقبوا ايضا الزي الرسمي باذن الله في المستقبل لكاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفقكم ان شاء الله. نرجع حق ابو محمد. اكيد. يعني انت متطوع في الدوحه وخارج قطر، وعندك بعد مبادرات غير التطوع، فكلمنا عن هالشيء. مبادرات جار اوف هابينس. الجار اوف هابينس هذه ما اقدر نقول عنها مبادره، او ممكن اقول عنها فعاليه، بما ان احنا في كاس العرب جزء من شغلنا ان احنا نكون مع المتطوعين، نسوي لهم فعاليات يعني وقت البريك، وقت الجون مثلا يتناولون وجبات الغداء او العشاء، نعمل لهم فعاليات اكتيفيتيز ان هم بعد يعني مثل ما يقول يروحون عن نفسهم شوي. فعملت شغله مع يوم الافتتاح في استاذ البيت اسمها الجار اوف هابينس او اللي هي جار السعاده. فكرتها ان كل متطوع يكتب لي جمله ايجابيه او جمله تخليه يحس بالسعاده في هاي الفتره مثلا، او حتى لو في اي فتره في حياته. ويطوي الورقه هذه ويحطها في المسهريه هذه. بعد فتره ممكن ان ناخذها نفتح الاوراق ونشوف مثلا اي احلى جمله مثلا، ونسوي لها بوست على السوشيال ميديا، اليوم حد قال لنا جمله مفيده او جمله ايجابيه. ننشرها حق العالم. يعني ما شاء الله عليك فكرت في هالفكره في عز الضغوطات اللي هي في اول يوم، اكيد الكل متحمس والكل خايف انه يفشل في عمله، فما شاء الله عليك انت اعطيتهم طاقه حلوه وطاقه ايجابيه، فان شاء الله يعني ياخذون بهذه الطاقه لين اخر ان شاء الله الحدث باذن الله، ويكون النجاح اكيد في تحقيق هدفكم اخوي حبيب. طبعا هذه المبادره طبعا انا تعلمتها اثناء دراستي في الاردن من استاذه عزيزه علي. وطبقتها في حياتي انا الشخصيه، انا عندي ماي اون جار اوف هابينس في البيت، دائما اي شيء حلو في حياتي صار اكتبه في ورقه واحطه على جنب اني احط فيها. اشكر رب العالمين اني عرفني على ناس كثيره، تعلمت شغلات جديده، وصلت مرحله جديده في حياتي دائما اكتبها واطويها واخليها. لو مرت ان انا حسيت ان انا عندي تعب نفسي او ضغط مثلا ان انا وايد تعبان او مرهق نفسيا، اقوم افتح شويه اقوم ارتاح. يعني برافو عليك، اعطيتنا شيء طاقه حلوه صباحيه. ترى على فكره لهذا السبب سموا رواد التطوع ومش قاده التطوع. الفرق بين القائد والرائد فرق كبير. القائد قد يكون عارف الوجهه والخطوات، عارف هو وين رايح بالضبط، فكل الاشياء اللي راح يتصرف فيها خلال البرنامج او خلال الفعاليه يكون عارفها مسبقا. بس رواد التطوع سموا برواد التطوع لان هاي يعتبر شيء جديد، او هم يحتاجين ان هم نفسهم قد يتصرفون بعض الاوقات بنفسهم. وهذا السبب انا اقول دائما ابو محمد اقول انت استاذي ليش؟ لان فعلا قوه التصرف وسرعه التصرف والتعامل مع المتطوعين تحتاج انك تكون رائد وليس فقط قائد. صحيح، يعني جهودكم ان شاء الله بارزه وواضحه
كل الشكر لكم وعساكم على القوة إن شاء الله. وأنتوا واجهة قطر بالنسبة حق إخواننا اللي جايين مشرفينا في وطنهم الثاني قطر، فإن شاء الله أنتوا قد المسؤولية بإذن الله. الله كل الشكر لكم أكيد. كلمة أخيرة أستاذ ناصر توجهها. طبعا ما أقول إلا مثل ما قال أبو محمد ومثل ما قلتوا جميعا، التطوع سمة حياة وأسلوب حياة، التطوع فائدة دائما سواء كان للذات باكتساب المهارات والتعرف على ناس وثقافات جديدة طبعاً. التطوع مكسب للدولة نفسها وللمجتمع نفسه، فكل التطوع قاعد تسويه تقوم فيه قاعد تساعد وتخدم مجتمعك بشكل كبير. صحيح. وفي النهاية طبعا التطوع أجر من الله سبحانه وتعالى، فأحب أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. صحيح. فدائما نحبذ إن شاء الله ونسعى دائما أن نشوف دائما المتطوعين معانا في دولة قطر متواجدين معانا في هذه المحافل الكبرى ونشوفهم معانا في المستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. أخوي حبيب كلمة توجهها للمشاهدين يعني يتابعونا وحابين أنهم يتطوعون، فأنا أبي منك كلمة تحفزهم شوي. أول شيء أحب أقول طبعا من لا يشكر الله لا يشكر الناس. طبعا أقول أوجه تحية كبيرة لكم على هالاستضافة، وشكرا لدولة قطر، شكرا للجنة العليا للمشاريع والأرث والفيفا أن أعطونا الفرصة أن إحنا نساهم في إنجاح هذا الحدث المهم، وإن شاء الله بعد نساهم في كأس العالم. وأوجه كلمة لكل من حاب يتطوع، التطوع عالم من الكنوز، يعني ما نقدر أقول صندوق من الكنز، عالم، لأن كل يوم عمل تطوع إحنا مثل ما قلنا نتعلم شغلات جديدة، مهارات جديدة، اكتساب مهارات، نتعرف على شخصيات جديدة. إحنا الحين في كأس العرب تعرفنا على متطوعين جايين من برا من الدول العربية يشاركوننا هاي الفرحة، وتعرفنا عليهم وقاعدين نتعلم بعد منهم وهم يتعلمون منا. أكيد. فلا حد يطوف هاي الفرصة. وأكيد أنت قاعد تبين حق الناس إن شلون الشعب القطري شعب مضياف ومبتسم وحاب ومرحب. أكيد. صحيح. نعم. كل الشكر لك أستاذ حبيب خلفان متطوع رائد، وأيضا كل الشكر لك أستاذ ناصر المقصيب مدير إدارة استراتيجية التطوع باللجنة العليا للمشاريع والإرث، وعساكم على القوة وكل التوفيق لكم إن شاء الله. الله يقويكم جميعا. شكرا لكم العافية. إذن مشاهدينا خلونا نطلع من جو الاستديو شوي ونروح الأجواء الخارجية، الأجواء الجميلة تحديدا في كتارة عند زميل عمر الشمري. صباح الخير يا عمر، قول لنا ايش اللي عندك. عبد الرحمن صباح الورد، الله يحييك ويحيي ضيوفك الكرام وموضوعكم الحلو الشيق، انا اسمعكم ترى على السماعة. احييك وحيي ضيوفك الكرام والزميلة مشاعر النعيمي وكل القائمين على برنامج في الضحى، نحييكم ونحيي مشاهدين شاشة تلفزيون قطر ومشاهدين ومتابعين برنامج في الضحى. حنا الحين بالضحى العود وعندنا لكم موضوع شيق جدا اليوم، موجودين في الحي الثقافي كتارة، مو بقادرين نبعد عن كتارة من كثر فعالياتهم ما شاء الله، الله يحفظهم إن شاء الله. اليوم معرض دمج الثقافات، هذا المعرض اللي اخترنا أن نسلط الضوء عليه من خلال هذه النقلة اللي نطلع فيها مع السيدة إلهام الأنصاري، مصممة قطرية شاركت اليوم في كتارة بمعرض دمج الثقافات. هي راح تعطينا نبذة عنها، بداية نرحب فيها. يا هلا مرحبا تلفزيون قطر. نعم. احنا اليوم سعيدين اخت إلهام ان نكون وياك حقيقة، انت يعني مصممة، نشوف تصميماتك ونشوف اكيد لك سمعتك ومعروفة، تكلمينا عن هذا المعرض، معرض دمج الثقافات، ما هو؟ معرض دمج الثقافات هو دمج الثقافة القطرية بالثقافة الفلسطينية، تم اختيار الزخارف والوحدات التطريز الفلسطيني وبالشغل القطري بالدق القطري والشكل اليدوي، تم اختيار تقريبا 12 زخرفة لكل بلدة من مناطق فلسطين وتحديدها وتوزيعها على البشت بطريقة منسقة متوالفة منسجمة مع بعضها في القطعة الواحدة. تقولين البشت أخت إلهام، يعني هو بشت يعني نسائي ولا كيف شكله؟ نعم، بشت نسائي، ممكن المرأة تلبسه طبعا في المناسبات وفي الحفلات وفي الاستقبال، هو مو بعباية يعني على أساس أنه مش يعني اللون، يعني ما احنا ما تطرقنا باللون الأسود، خليناه ملون على أساس ما يفكروا أن هذا عباية. هو حقيقة يعني الطراز العربي اللي يمكن ما يعرف من خارج البيئة الشرقية أو البيئة العربية قد يتشابه عليه، لكن في هناك لمسات دائما
تختلف ما بين ثقافة وثقافة، حتى الملابس والأزياء الرجالية، البشوت، عرض الدقة، قصف الدقة، كيف ممكن اليوم يعني نستغل هذه الفقرة أن نعرف الناس بميزة الطراز القطري؟ الطراز القطري طبعا معروف أن احنا نستخدم الدق القطري المعروف من بعيد الزمان، منها بالخيوط الذهبية والخيوط الفضية بألوانها المختلفة، وخيوط البريسم. الخيوط هذه كانت تستخدم في خياطة وفي دق القطع، كانت في الثياب القديمة، منها الثياب، ثوب النشل، ثوب الكرار، ثوب المفحح، ثوب المسلسل، ومنها كانت تستخدم في الدراريع، وكانت تستخدم في المطارح وفي يعني في جميع الأشياء كانت تستخدم هذه التطريزات وأنواع الخيوط في تلك الزمان. والله هو يعني فن وصاحب جانب علمي، يعني جانب ثقافي، بصمة قطرية مثلا، بصمة من على حسب المنطقة يعني اللي ينتمي لها الشخص يمثل ثقافته. ملابسنا هي ثقافتنا، جزء من ثقافتنا ملابسنا، يعني ما نقدر نفصلهم عن بعض. فاليوم كيف نستغل مثلا التعريف بثقافتنا ونستغل وجود إخوتنا العرب في قطر؟ اليوم قطر محط أنظار ووجهة حقيقة، يعني كيف ممكن نوصل رسالة؟ وما شاء الله الناس في كتارة كل مسا، ما شاء الله يعني بعدات كبيرة. في المعرض تم تحديد وتوثيق الزخارف اللي نستخدمها في ملابسنا النسائية بمسمياتها، موجودة في الفترينات الموجودة داخل المعرض، يعني الزائر ممكن يدخل ويتعرف على تلك الزخارف والوحدات الزخرفية سواء كان بالقطري أو بالفلسطيني، بالإضافة إلى المناطق اللي تم تحديدها داخل القطع اللي تم استخدامها. أختي إلهام، تحية للشعب الفلسطيني، نحييهم ونقول لهم يعني لهذا الشعب الشقيق والغالي على قلوبنا، اليوم نبي نسأل يعني بلسانهم، نسأل الأخت إلهام كيف عرفتي عن يعني الزي الفلسطيني؟ استعنتي بحد ولا أنت عندك معلومات يعني؟ الحمد لله تم التواصل مع كذا جهة، سواء كان داخل قطر أو خارج قطر من فلسطين والأردن. طبعا الكتاب الزخرفي تم التواصل مع مركز التراث الأردني وتم الحصول على الكتاب، ومن ثم القطع اللي تم توريدها من الأردن سواء كانت الشماغ أو قطع مستوحاة من الشماغ الفلسطيني، بالإضافة إلى الخوات اللي تم الاستعانة منهم بخصوص الإكسسوارات والذهب اللي تم لبسها مع العارضات في التصوير. أخت إلهام، الحين الناس صاروا يرجعون للقديم، يعني الأشياء اللي كانت قديمة الناس صارت ترجع له، فكيف يعني ممكن نشجع أنت كمصممة قطرية، رسالتك من خلال تصميماتك لبناتنا وعيالنا أن يعني نرجع إلى أزيائنا هذه القديمة اللي هي تميزنا يعني كشعب؟ ممكن ننفذها بطريقة تكون بشكل مستوحى، يعني ما تكون القطعة القديمة بحذافيرها، ممكن نستوحي من مثلا من الثوب، أو نستوحي من العباءة، أو نستوحي من الدراعة بشكل جميل وباختيار الأقمشة التي تتوالف مع عصرنا الحالي. والله موضوع شيق، وحنا لو أسدلنا في الحديث بهذا الموضوع وأسهبنا فيه يمكن ما تكفينا فقرة واحدة. ودائما الأجانب يسألوننا شو يعني إيش اللي يفرق ثيابكم عن الثياب الثانية، التفاصيل يعني الكسرة، الكلر، يعني في تفاصيل حقيقة. كل شعب له يعني هوية من خلال زيه، من خلال مظهره. احنا نحييك على هذا المجهود الكبير اخت الهام، حقيقه الانصاري المصممه القطريه، وفالك التوفيق ان شاء الله، تستاهلين كل الدعم مننا في مبنى 22، صح؟ مبنى 22، نعم، في كتارة تحصلون هذا المعرض. شكرا على وقتك، شكرا. هذا ما كان لدينا مشاهدينا اليوم من الحي الثقافي كتارة، وتكلمنا عن هذا المعرض اللي جاء تحت عنوان معرض دمج الثقافات. ندعوكم الى كل الشكر لك زميلنا عمر الشمري، كان معنا في كتارة، وضيفته الهام الأنصاري، كل الشكر لك اكيد. ومن عالم الازياء والموضة ناخذكم الى عالم جميل، هو عالم الإتيكيت والبروتوكول. دائما الناس تفتكر ان الإتيكيت خاص
فقط بالشوكة والسكين، وإنما الإتيكيت هو عالم كبير نسلط الضوء اليوم على لو أنا حابة أقدم على وظيفة شو الأساسيات اللي المفروض تكون عندي والقواعد واللباقة في الإتيكيت عشان أحصل على هذه الوظيفة. يسرنا نحن نلتقي مع خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الأستاذة نادين ظاهر. صباح الخير وصباح الإتيكيت. صباح النور. صباح النور. وأنا بتكون تسمحوا لي وجه تحية لقطر ولأهل قطر وقول لهم ألف مبروك على هذا الإنجاز الكبير اللي يلي صار، وبعدها لإنجاز أكبر كمان بالورلد كاب. كل التمنيات بالتوفيق، وفعلا هيدا إنجاز نحن كلنا بنفتخر فيه. كل الشكر. وشكرا للاستضافة. كل الشكر. حياك الله معنا في الاستديو. طبعا راح نستفيد إن شاء الله من خبرتك في الأتيكيت، فدائما إحنا يعني نسمع أتيكيت وبروتوكول، فنبي نعرف المشاهدين يعني عن الاتيكيت بشكل عام، وبعدها ندخل في موضوع التقديم للوظيفة. أكيد. شكرا عبد الرحمن. للحقيقة هي كلمة اتيكيت هي كلمة معربة لأداب السلوك وحسن التصرف. وقت اللي أنا بقول أداب السلوك وحسن التصرف، كل العالم بتفكر ولو شو أنا يعني ما عندي سلوك جيد، ما عندي حسن تصرف. لهذا نحن نستعيد عن الموضوع بمصطلح، والمصطلح يجب أن يكون يتضمن كل المفاهيم يلي منحب أن نحن نضوي عليها. فقت منقول تلفزيون هو مصطلح، منفهم شو معنيته دغري. الاتيكيت اليوم صار مصطلح معترف فيه عالميا لكل شيء، كل ما يختص بالمهارات الشخصية. والمبادئ الثلاثة يلي نحن بنرتكز عليها هي مبادئ كتير هينة وكتير صعبة، يعني السهل الممتنع. ليش؟ لأنه أول مبدأ هو احترام. الاحترام، احترام النفس من حيث المظهر ومن حيث الكلام، واحترام الاختلاف، احترام الآخر، وهيدا كمان بشكل تحدي كبير، خصوصا بوقت بيكون في يعني مجتمعات كلياتها عم تتفاعل مع بعض. تاني مبدأ هو الصدق. الصدق في التعاطي مع الآخر، وبين الصدق والوقاحة هناك شعرة صغيرة. ولازم دايما نعرف أنه نحن مش تحت شعار الصدق نقدر أنه نجرح شعور الآخرين. من هون اللي حنفوت على المبدأ الثالث يلي هو الشعور بالآخر. والشعور بالآخر كلمة كتير كبيرة ولكن كتير مهمة، وخصوصا وقت اللي بيكون في تفاعل بين الأشخاص. وقت بيكون في أكثر من شخص، فيجب أن يكون الاتيكيت هو الحاضر على هذه المائدة، هذا اللقاء، هذه المشورة، هذه العائلة، هذا المجتمع. فالاتيكيت هو فعلا مفهوم كبير لكل ما هو يعنى بسلوك الإنسان. نعم. والفرق بين السلوك بين الاتيكيت والمواطنة هو كمان يعني هي أكثر، هي إذا بدك درجة أعلى. أما البروتوكول فهو كل القواعد التي تعنى بتنظيم إذا بدكن علاقات دولية. فالبروتوكول أكثر هو خاص بتنظيم العلاقات الدولية، ولكن نحن وقت اللي بنستعمل كلمة بروتوكول مشاعل كمان شغلة كتير مهمة، مندل على إلزامية هذه القاعدة. فإذا في إلزامية، الإتيكيت غير إلزامي. نعم. للأسف، على أمل أنا وياك أنه يصير إلزامي ويصير في إذا بدي كيكي شوية يعني حدا يدفع حقه إذا كان أخل بالإتيكيت. يا رب تكون في غرامة. تكون في غرامة. شكرا. كنت عم فتش على الكلمة. أنا جدا سعيدة أن حضرتك متواجدة معنا وبتكلمينا أكثر عن الإتيكيت. الإتيكيت عالم كبير نبحر فيه. إحنا خصصنا هذه الفقرة للمقابلات الشخصية، إذا حد حاب أنه يقدم على عمل، فمن قبل ليروح هذه المقابلة شو الأشياء المفروض يحطها معاه بالإضافة للسي في؟ فشنو المفروض يقول وشنو المفروض يلبس وشلون يتصرف؟ صحيح. هلا طبعا الاتيكيت مقابلة العمل هي من أكبر التحديات اللي بيواجهها الأشخاص اللي بعضهم متخرجين جديد. نعم. ولكن نحن رح نحكي فقط على اتيكيت مقابلة العمل الأولى. نعم. يعني للأشخاص اللي بعضهم صغار السن إذا بديك، بعضهم. نعم. أول تجارب، ودائما رح نقول لهم أنه كلياتنا مرينا فيها، دائما في التجربة الأولى ودائما في أول مرة، وبعدين إن شاء الله وقت اللي بيقدموا على هذا العمل بيكون دغري في قبول. نعم.
شو الاشياء اللي لازم ننتبه لها؟ اول شغله لازم نحضر السي في، ولازم حسب الشركه اذا كان تم ارساله، حتى اذا تم ارساله ممكن انه نحن نكون محصنين بنسخه ورقيه موجوده مغلفه نظيفه بقلب النايلون معنا، مش مجعلكه ومش موسخه اذا سمحت. ثاني شغله اللي يجب الاستعلام عن الشركة، عن فروعها، عن ماهيتها، عن شو بتعمل. يعني كتير مهم انه وقت اللي احنا نوصل على الشركة ما نكون مبينين كأنه نحن بس هيك لقينا إعلان وجينا عليه، لأنه هيدا من ضمن شروط أنت التحضير، دايما التحضير الجيد حتى بالطبخ بكل شيء، التحضير الجيد هو الأهم. ثالث شغلة بحب لكم إياها أنه نحن لازم نستعلم عن المسافة المطلوبة أو الوقت المطلوب من بيتنا، من مكان إقامتنا إلى هذا إلى مكان الشركة، لحتى نعرف نقدر الوقت، لأنه إذا فتنا مأخرين إذا بتعرفوا دايما وقتا منبلش أي مقابلة بيعتذر أنت بتكون عم تخسر نقاط. صحيح. فإذا دايما الاعتذار حتى لو كان مشروع ولكن هيدا بيعني أنه أنا لم أكن حاضرة. صحيح. جيدا. صحيح. أستاذ نادين. لا تفضل. أنا كنت بسأل يعني في بعد اتيكيت أمور زيادة في المقابلة. هلا تحضير اللباس، نحن بنعرف أنه كل اللباس الوطني للبلد اللي نحن موجودين فيه حسب هو أعلى درجة الرسمية. يعني إذا كنتوا عم بتقدموا وأنتوا عندكم لباس رسمي لباس وطني فهل نحن بنروح مع الاهتمام بالنظافة، بنظافة الهندام. وبدي بس علق انه للسيدات هيك اذا فينا نشوف كمان مشاعر لانه اليوم لبسه كل شيء تمام، يكون الحذاء مسكر عند السيدات على الاقل لاول مره، وننتبه على الاكسسوارات، يعني ننتبه على كميه الاكسسوارات اللي نحن حاطينها ان كان من الساعه او اشياء اللي بتعمل اصوات الابتعاد عنا، هذا شيء كثير مهم. وحتى اذا كان المكياج كمان المكياج لازم يكون ملائم للنهار، وليس إذا السيدة بتحط مكياج طبعا، إذا ما بتحط مكياج هيدا خيار لإلها، ما حدا منه إجباري أبدا، ولكن إذا كانت هي بتضع مكياج يكون مكياج مناسب للنهار. نعم. فإذا هيدي الأمور اللي بحب كثير أكد عليها، حتى الشنطة اللي نحن بنحملها تكون مناسبة للنهار وغير ثقيلة جدا وغير كبيرة، لأنه هيدا بدنا نعرف إنه نحن عندنا 7 ثواني فقط لإعطاء الانطباع الأول. نعم. والانطباع الأول ما بيكون في له تاني، مزبوط؟ هو اسمه الانطباع الأول. فإذا ما في عنا فرصة تاني، والانطباع الأول هو إنك أنت فايت واثق النفس، وواثق بالنفس معناتها أنت محضر جيدا. نعم. هون رح نحكي على الدخول. وقت بنوصل على الشركة بنسأل عن المكان اللي نحن مخصص لنا، وأنا دايما هون بقول إذا سمحتوا من السيارة طفوا السليولارات، يعني طفوا الـ مش كاملا إنه سايلنت، وحتى بدون ما يكون رجاج، يعني ممنوع يكون فايبريشن. نوصل بنسأل، عندما نسأل الابتسامة، إذا بتريد إذا سمحت، لأنه الإتيكيت مش إنه بس فترة ومننساها. صحيح. هي لازم تكون مترافقة معنا كل الوقت. فنحن بنسأل وطبعا رح يقولوا لنا تفضلوا اجلسوا. هلا وقت نجلس يمكن يكون في ناس معنا، هل بتسألوني هل فينا نحكي معهم؟ أكيد فينا نتواصل، ولكن ممنوع الأسئلة الشخصية. ممنوع الأسئلة عن قديش بتقبض وشو في، يعني كل الأسئلة اللي ما لكم حق، ولكن أنت من أي شركة؟ شو عملت؟ بأي جامعة؟ كل هيدي أسئلة مشروعة، وهيدا بخفف شوي من الضغط النفسي. إذا ما في حدا فينا نشيل السيلولار ونشتغل عليه، ولكن مع الانتباه الدائم انه نحن نكون مركزين على اشياء جميله، مش اشياء ممكن انها تكون عم تعطينا اذا بدك ستريس، لحتى ما نفوت اوريدي نحن يكون عندنا ستريس معين. نعم. اذا احنا تكلمنا الحين عن المفروض في المقابله الاولى والانطباع الاول انه يكون من اداب الموظف رايح عشان يحصل على هذه الوظيفه. ايضا استاذه نادين لو بتكلم بعد عن العطر، العطر الخاص بالمرأة. شكرا مشاعل. شكرا. صحيح. بعتذر انا نسيت، فعلا العطر لازم يكون كثير مدروس جدا، لانه انت وقت اللي بيكون في عندك عطر قوي جدا ممكن تاثري سلبا على الشخص المتلقي. هلا في عندك احتمال تاثري
إيجابا، ولكن الاحتمال الأكبر أنك تأثري سلبا. نعم. لهالسبب خصوصا إذا عطر بيذكرهم بحدا كمان ما بيحبوه، فبكون هون أبدا ما أسعفنا الموضوع. صحيح العطر. هلا وقت ندخل من نقرع الباب، نقرع الباب حتى لو كان مفتوح، ونقرع الباب 3 مرات وننتظر قليلا. نعم. لان احنا ما رح نسمع الجواب. يعني بس لتعرفوا، لانه الا اذا حدا عم بيصرخ من جوا. نعم. ولكن هيدي من اللياقه اللي نحن نقرع الباب. اذا الباب مفتوح هن رح يقولوا لنا تفضلوا، ممكن يكون في شخص، ممكن يكون في اكثر من شخص. وندخل. ندخل اذا كان الشخص يلي هو بده يقابلنا عم يعمل معنا المقابله سلم، مد ايده. طبعا احنا هلا بعصر الكورونا. نعم. فللاسف السلام يعني بيروح كمان جزء كبير من ثقة الإنسان بنفسه، لأنه بالسلام ممكن نعمل حلقات أخرى عليها. السلام بيدل كثير على الوثوق بالنفس، وإلا طريقة خاصة للسلام. ولكن بكل الأحوال ممنوع أنك أنت تسلم على حدا وأنت ما عندك آي كونتاكت. النظر دايما بعيون الشخص هو كثير أساسي وكثير ضروري. صحيح. فلهالسبب حتى اليوم المشالحة شرعية طبعا، نحن لأنه بنعرف أنه اليوم بعصر الكورونا في التباعد، فلازم يكون هيك. وإذا حاطين الماسك كمان عم نضيع على حالنا فرص، هيدي فرص، لأنه نحن كنا بنشتغل قبل الكورونا على هذه الأمور. نعم. إنك أنت كيف تحكي الصوت تبعك، أنت هلأ بدك تعلي صوتك أكثر. نعم. ما بتشلح الماسك إلا إذا كان طلب لألك، إذا كانت المسافة آمنة. نعم. وعندما وما بتجلس قبل ما يطلبوا منك الجلوس. فإذا أنت حتى، وبدي لكم في كتير محلات نحن بنعملها قصدا، يعني كخبرة يعني نكون عم نعمل مقابلات حسب الدرجات تبع الشخص لنشوف قديش بيشتغل تحت الستريس. فممكن كتير انه نحن ما نقول للشخص اجلس. نعم. وممكن اذا جلس نقول له ما قلنا لك اجلس. صحيح. فاذا انا وقت اللي بقول له انه ما قلت لك اجلس طبعا هو رح ينهار. صحيح. يعني فهي امور كتير لازم ننتبه لها. لهالسبب كل ما نكون محضرين، وانا كتير بنصح الشباب يعني حتى ممكن كتير انه يتابعونا يتواصلوا معنا، انا دائما بمساعده الجميع يعني نقدر نعطيهم اياها. يعطيك العافيه استاذه نادين. يعني حاليا احنا تكلمنا عن تجهيز ودخول المقابله الاولى، فنبي نعرف يعني لما الواحد يجلس مع حد اول مره يقعد معاه ممكن يكون في توتر او حواجز بين الطرفين، فشلون ممكن ان نزيل التوتر او هذه الحواجز؟ هلا انا بدي اقول لكم انه التوتر هو شيء طبيعي كمان، يعني نحن وقت بنكون في بوجنا شخص نحن قاريين السي في ونحن في عنا موافقه يعني مبدئيه عليه، والا ما بنقول له يجي، فنحن ما بنكون موجودين بس لحتى نعجزه. من الاشخاص يلي هن قيمين على المقابله بجربوا يريحوا الشخص لحتى يشوفوا اذا عنده المؤهلات الأكاديمية. نعم. لأنه أنت اليوم المؤهلات الأكاديمية نحن عرفناها، نحن ليش جايين نعمل مقابلة عمل؟ تنشوف المؤهلات الشخصية. نعم. يلي هي soft skills نحن اللي مندربها، وهي المقابلة هيدي المهارات الشخصية اليوم صارت أهم من المهارات الأكاديمية، كون العلم صار متاح للجميع. صحيح. وكل العالم عندها تقريبا ذات المؤهلات. نعم. فنحن شو ليش بنختار نشوف الشخص لنشوف كيف يتصرف تحت الضغط، شو الاشياء الحلوه بنساله، شو الهوايات. اهم شيء ما نكذب. اهم شيء نحن عندنا لاي ديتكتور، نحن عندنا اله كاشفه الكذب، فدغري قد ما كانت يبين في البادي لانجوج بسيطه. بالضبط، قد ما كانت بسيطه المعلومه نجرب نكون واقعيين حقيقيين، يعني منفتحين لكل الاحتمالات، حتى لو ما اخذنا الوظيفه ولكن على الاقل بنكون اخذنا خبره لمره ثانيه. فالكذب ممنوع بهذا الاطار. احنا اكيد اخذنا خبره رائعه نختم فيها برنامج في الضحى، واكيد نهايه اسبوع جميله مدام غصنا في عالم الاتيكيت مع استاذه نادين ظاهر خبيره الاتيكيت والبروتوكول. كل الشكر لك. الله يخليكم. شكرا. شكرا لك. شكرا. احنا مشاهدينا جدا مستمتعين بهذه الحلقه، ما شاء الله اخذنا فكره عن المتطوعين، وايضا اخذنا خبره عن الاتيكيت وشون في المقابله لاول مره للوظيفه. اليوم باذن الله تبدا الالعاب الناريه في كتارا من الساعه 8 لين الساعه 8:30 باذن الله لين اليوم الوطني، فنتمنى لكم ان شاء الله ويك اند سعيد ونهايه اسبوع موفقه باذن الله.
إن شاء الله نشوفكم يوم السبت نفس الوقت من الساعة 11 لين الساعة 12 في برنامجكم في الضحى. تابعونا إن شاء الله، ونقول لكم الحين مع السلامة. إلى اللقاء.